نعم، دعنا أيضا نأخذ رأيك في التغريدة التالية معنا والتي تتحدث عن مروة الشربيني. التغريدة التالية من السفارة الألمانية بالقاهرة والتي تقول: وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يقول إن قتل مروة الشربيني بطريقة وحشية قبل 10 سنوات ما زال يؤلمنا جميعا حتى اليوم. لجأت الشربيني للمحكمة لتدافع عن نفسها ضد العنصرية، فدفعت حياتها ثمنا لذلك. إن أفضل ما نكرم به ذكرها هو أن نقف جميعا ضد العنصرية أينما ظهرت. كيف ترى تصريح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس دكتور محمود؟ تصريح الوزير الخارجية الألمانية أولا يعني كلمات مشكورة لا شك، ولا نستطيع أن نمسك فيها شيئا، لكن نستطيع أن نقول أن نحن نبحث الآن عن العقوبات المغلظة التي ينادي بها للقضاء على تلك العنصريات في بلادكم. يعني أنا أقول له وزير الخارجية وكل من تصدر منه مثل هذه التصريحات المحترمة والتصريحات جميلة، لكن ينبغي أن نتعلم معهم أن من أمن العقوبة أساء الأدب. التعرض الذي تعرضت له الدكتورة مروة قبل عملية الطعن ليرتبط راحة رفعت القضية، هذا الاعتداء لو أمن ذلك العنصري في قانونكم، لو أمن العقوبة فيها لأساء الأدب أكثر وأكثر. وهذا ما حمله، ولو خاف من أن هناك قانون يجرم مثل هذه الأعمال لن يصل به الحال إلى أن يقتلها في قلب المحكمة. فنتمنى منهم مع هذه التصريحات الجميلة المحترمة أن تكون هناك قوانين رادعة تحفظ لنا نحن المسلمين والإخواننا القاطنين في بلادكم. إذن على أرض الواقع، هل بالفعل ترى بأن تلك التصريحات تترجم بشكل عملي وفعلي؟ بشكل ضعيف جدا أستاذ علاء، لأننا لو تتبعنا الأحداث التي يعني حدوث مثل هذه الحدث الخاص بالدكتورة مروة في أنحاء بلاد الغرب نجد أنها متكررة باستمرار. يعني آخر ما أستطيع أن أذكر حضرتك به ما حدث في نيوزيلندا، تلك المجزرة التي راح ضحيتها بسببها عشرات من المصلين صلاة الجمعة. هذا حدث أيضا في قلب أمريكا بعد حادثة الدكتورة مروة 2017، امرأتان مسلمتان تتعرضان لهجوم مصحوب بشتائم عنصرية على متن قطار في محطة هوليود في مدينة بورتلاند. أكثر ذلك الهجوم المصحوب بالشتائم عن مقتل رجلين أمريكيين حاول الدفاع عن المسلمين عن المسلمتين، طعنهم المهاجم حتى مات. في عام 2017 أيضا عثر على جثة القضية شيلة عبد السلام، أول قضية مسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية، عفوا في هذا قبل ذلك كانت 91 ثم قتلت في 2017. في 2016 وذلك بعد أيضا مقتل الدكتورة مروة نجد قتل أمريكي لإمام مسجد في نيويورك وكذلك مساعده، وكان جنسية كل منهما بنغالية. تعرض مسجد أيضا في مدينة سوريا بولاية تكساس بعد ذلك لحريق، وذلك بعد قرار ترامب منع دخول بعض الدول الإسلامية إلى أمريكا، وهذا اعتداء على المسلمين. في مارس 2017 تلقي الشرطة الأمريكية القبض على مشتبه فيه بعد الاعتداء على مركز إسلامي بأمريكا، وفي الاخير يطلع امريكا عنصري متطرف. هذه الاحداث لو اجابه على سؤال الاستاذ علاء هل تحدث على الواقع؟ لازم نرى الكلمات لم تطبق فعليا على الواقع للاسف الى الان.